السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تي في من مدينة العرائش. نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة للجميع. كنتمناها أن تكون بداية موفقة وسعيدة للجميع متتبعي الأوفياء لقناة شوف تي في. اليوم بالضبط مدينة العرائش غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم للمدينة. سبق لقناة شوف تي في يعني عملنا واحد الحوار مباشر مع الساكنة، ضمننا غادي نحاولوا أننا نضغطوا على الجهات المعنية باش تدخل في هذا الملف، لأن يعني الصراحة كاين مسؤولين متورطين في قضية واحد الحديقة بحي الفتح. بغاو يستولوا عليها، ماشي بغاو يستولوا عليها ولكن استولوا عليها ورجعوها لبقع أرضية. البعض المهاجرين وبدورنا كنحاولوا نوجهوا رسالة بأن ديك البقع الأرضية راه هي مساحة خضراء ومتنفس للساكنة، راه الوليدات ديال الحي تما فين بغاو يجلسوا، والأمهات ديال الحي كذلك تما فين بغاو يجلسوا، فين يلعبوا وليداتهم، فين ينشطوا. يقول إسمنتية أكثر من عقول إسمنتية، ولكن باش تحول حديقة اللي غادي يستفد منها الحي، بحال هذه الحديقة الجميلة والرائعة بالقرب من مقبرة السيد العربي، بغاو يستوليو عليها ويديوها ويعملوا فيها بقع أرضية. والساكنة كطالب باش ترجع الحديقة وما يديوهاش وتكون بقع. سبق لنا وسبق القناة شوف تي في أنها قامت بواحد الحوار مباشر مع الساكنة من طرف بعض المسؤولين جماعة اللي دوزوا هاد الحديقة وردوها بقع أرضية. إذا مدينة العرائش مدينة في واحد الحاجة ماسة، ومدينة العرائش محتاجة مناطق خضراء ومتنفسات للساكنة، ولكن للأسف كتشوف مسؤولين متورطين في قضية تحويل حديقة إلى بقعة أرضية على مستوى ديال المسؤول والمستوى التسييري ديال المدينة. يعني مسؤول ذو عقلية غير يطلع الحيوط ويطلع السماء والأجور ويستفد من ديك البقعة. إذا كنتوجهوا بهذه الحديقة الجميلة، حديقة التسامح بمدينة العرائش بالقرب من مقبرة السيد العربي المعروفة بالسيد العربي، حديقة جميلة ورائعة، ولكن للأسف كما شفتوا معنا راه الأزبال المسيحية من طرف المواطنين والناس اللي كيجيو يجلسوا فيها، وكذلك حتى الجهات المسؤولة للأسف ما متسوقاش لهذه الحديقة، رغم أن هذه الحديقة أجمل الحدائق بالمدينة. إذا بدورنا كنحاولوا أننا نوجهوا رسالة للجهات المسؤولة وبالضبط بجماعة العرائش، وحاولوا أنكم تخدموا، عطى الله الملفات فين تخدموا، ولكن أرى المدينة بحاجة ماسة إلى مجلس جماعي ليهز بهذه المدينة هذه، ماشي فيما تبان لكم شي بقع شي حديقة تمشيو لها وتحولوها إلى أرضية. إذا نرجع للحديقة ديال التسامح اللي كانت واجدة فيها حاليا الآن، فهي كما قلت حديقة جميلة ورائعة، حديقة ديال التسامح اللي جات بشراكة مع
مع الاتحاد الأوروبي، وفعلا حديقة في المستوى، ولكن للأسف حديقة غادي يطال كي يطيلها الإهمال، وإلا بقات بحال هكذا فراه ما غادي يبقى والو، ما غادي تبقى لا حديقة ولا والو. انتم ما كتشوفوا الزبل مسيب. هادشي هذا كيعمل المواطن، خصنا نكونوا واعيين. وأكيد عمال النظافة خصهم يدوزوا من هنا، وخصهم يكونوا هنا كما قلت. الساحة جميلة، ولكن إلا بقات على الحال ديالها هيدا راه غادي تمشي، ما تبقى لا ساحة، بقاو غير عزام واقفين. كما قلت فمدينة العرايش محتاجة المثل والمزيد من هذه المتنفسات، هذه خاصة كان على ما أعتقد من النهار اللي تقريبا اللي شنوها خدمة نهار واحد من تما ما ولاتش خدمت. إذا أنا كنتمنى أن الرسالة تكون وصلت للجهات المسؤولة، ويحاولوا يرجعوا ديك الحديقة اللي خداوها وردوها إلى بقع أرضية، يرجعوا للساكنة، لأن الساكنة في حاجة ماسة إلى ديك الحديقة، شي يلعبوا وليداتهم وفين يجلسوا هما متنفس، ومن حق الساكنة. إذا شكرا للمتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو يوصل الصوت ديال ساكنة حي الفتح الجهات المسؤولة، وكذلك من أجل أننا نوصل الصوت ديال الساكنة. إذا نهاركم مبروك، وتحياتي للجميع، وكنتمنى أن هذا النهار هذا يكون يوم جميل وسعيد للجميع ديال المتتبعين لقناة